النهاردة معانا حاجة كويسة جدا جدا لتظبيط مستويات السكر في الدم، هنعملها بطريقتنا وبس. مش بتعالج السكر ده، بتعالج المناعة، بترفع لك المناعة بمستوى كويس جدا. أصلا في ناس بيستخدموها كتير لعلاج الأنيميا. المكون ده بيستخدم لعلاج الأنيميا كمان. ايه هو وازاي نستخدمه؟ تعالوا بينا نشوف. ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لكل الناس وكل المتابعين. طيب ايه اللي معانا؟ اللي معانا النهارده البنجر، اسمه البنجر. ده اكيد موجود في كل منطقه في العالم، اختلاف الاسامي بس. لو ليه اسم مختلف في دوله ولا حاجه عربيه يا ريت تكتبوا لنا تحت في التعليقات. طيب ايه اهميه البنجر؟ طيب هل البنجر ده مفيد؟ ايوه طبعا. طريقته ايه؟ هقول لك دلوقتي طريقه الاستخدام وفوائده طبعا لمريض السكر والضغط ورفع المناعه. تاني حاجة مهمة جدا هو امشي عليه لمدة قد ايه عشان يجيب نتيجة كويسة. اول حاجة هناخدها هي طريقة الاستخدام عشان ما اطولش عليكم، بعد كده نشوف اهميته، وبعد كده في اخر الفيديو نقول كطريقة الاستخدام. اول حاجة هنحتاج ايه؟ هنحتاج بنجر زي ما انتم شايفين كده، واقوم مقطعه. الاول بيبقى جاي كده من السوق، تمام. هتشيل القشر بتاعه وتشيل الطبقة اللي بره دي. بعد ما تشيل الطبقة هيبقى باللون ده معاك اهو، هقطعه واحطه في مية، حوالي لتر مية. يعني احط حوالي 3 قطع في لتر مية. 3 قطع، 1 2 3 مثلا، انا شارية كتير اصلا، فالتلات قطع احطهم في اللتر مية واحطهم على النار حوالي ربع ساعة تلت ساعة يغلوا مع بعض. وما تنسيش لازم الفيديو تتابعيه واحدة واحدة عشان في حاجات مهمة اهو. هتلاحظي بقى اللون اتغير كده اول ما ايه، اول ما حطيتيهم يا دوبك الميه اتغيرت. ما بالك بقى ان احنا دلوقتي هنحطهم على النار حوالي ربع ساعه تلت ساعه يغلوا مع بعضهم. فيعتبر من احلى الحاجات اللي تظبط لك مستوى السكر في الدم، اللي تظبط لك ضغط الدم، اللي ترفع لك المناعه. هو اصلا ليه مواسم، فالحقي هاتيه عشان تاخدي فوائده. ده البنجر، ولو ليه اسامي تانية في بلاد عربيه يا ريت تقولوا. هحطه على النار بقى واوريه لكم بعد ما يغلي هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين بعد ما هدر اهو، يعني ايه غلي على النار حوالي ربع ساعة تلت ساعة، نزلته. بعد كده اصفي المية دي بقى هنا عشان اقول لكم نعمل بقى ايه. طب امال بقى القطع بتاعته دي، القطع بتاعته دي اهم من المية كمان. امشوا معايا خطوة خطوة عشان تعرفوا. هبدأ اصفي المية هنا واقول لكم نعمل ايه. زي ما انتم شايفين اهو اتبقى معايا البنجر، اتبقت معايا قطع البنجر، ويتبقى معايا الميه اهي. الميه دي بقى هعمل بقى ايه؟ هسيبها دلوقتي، هاخد قطع البنجر دي واحطها في الخلاط افرمها. عايزين نفرمها عشان نضيفها تاني على الميه، عشان دي بقى يعني البنجر كله نكون استعملناه. خطوات مهمه وطريقه اهم بكتير. تعالوا بينا بقى نعمل ايه؟ نضرب في الخلاط دوت ونطحنه. زي ما انتم شايفين كده اهو ضربت البنجر في الخلاط. هبدا اصفيه، اصفي البنجر هنا في قلب الميه كده. بصوا دخل كل المكونات في بعضها. ابدا استخدمه ازاي بقى؟ الاستخدام لازم الاول تعرفي هو انت بتستخدمي يعني ايه. انا عرفت طريقه عمله، هل هي ايه هي اهميته بقى للجسم بقى، وفي اخر وبعد لما اقول اهميته هبدا اقول لك ازاي تستخدمي. طيب اول حاجه طريقه اهميته بالنسبه لنا البنجر ده، اول حاجه لمريض السكر التلات قطع منه بيظبطوا مستويات السكر في الدم. ليه؟ لانهم لقوا ان 90% منه ميه والياف. 90% من مكوناته هي ميه والياف. تاني حاجه نسبه السكر فيه قليله جدا. تالت حاجه بيحتوي على كالسيوم وحديد، عشان كده مهم في زي ما قلت في بدايه الفيديو في ايه، ان هو الناس اللي عندهم انيميا والناس اللي عندهم مشاكل في الدم البنجر ده بالنسبه لهم حياه. كالسيوم، عشان كده لو عندك هشاشه عظام او غيره بيوصفوا لك البنجر انك تستخدميه. طيب ايه تاني استخدامات البنجر؟ استخدامات البنجر ان هو بيحتوي على فوسفور ونحاس. مش بس كده، لقوا ان هو بيحتوي على الفوسفور والنحاس اللي هو
مهمين جدا في تنظيم البنكرياس وغيره، بينظف الاوعيه الدمويه. يعني انت لو عندك وعاء دموي ومتراكم عليه دهون والدهون دي سد الشرايين، والدكاتره بيقول لك سليك الشرايين، فانت لو حضرتك اصلا ماشيه على بنجر وغيره من فواكه وغيره بيعالجوا انسداد الشرايين دي، فما يجيلكيش بقى جلطات في القلب في الرئه في المخ، لا كل ده ان شاء الله يتعالج. طيب زي ما احنا قلنا ليه فوائد كتير جدا جدا، زي ما احنا عددناهم مهمين برضو، مهم جدا جدا لضغط الدم. يعني لو ضغطك زوايا ضغط دم مرتفع البنجر هيسيطرلك عليه. ليه هيسيطرلك عليه؟ لانه مضر للبول، بينزل كل كميات المياه الزايده والسوائل الزايده من الجسم في قلب البول، فلذلك البنجر بيتحكم في كل المستويات دي. طب بالنسبة بقى لمريض السكر، أكتر مريض معرض لمشاكل إن هو إيه؟ مناعته وحشة، مناعته وحشة بمعنى أي عدوى بسيطة بتأثر في مريض السكر. طب إيه حلها؟ حلها إنك تاخدي حاجات رفع للمناعة، وأحلى حاجة أهو هو البنجر. طيب البنجر ذات نفسه زي ما احنا قلنا طريقته ديت كده، استخدمتي فوائده كلها. يعني انت لما تاخدي بنجر زي ده وتقطعيه وتعملي شرايح وتسلقيه وتضربيه في الخلاط وميته، فانت استفدتي بيه جدا. طيب البنجر ذات نفسه زي ما احنا قلنا بينظم الجهاز الهضمي، بيرفع المناعه، بيديكي فوسفور، كالسيوم، حديد، معادن كتيره جدا جدا لا تحصى ولا تعد، فبالتالي هو معالج لجميع الامراض ان شاء الله. طيب جينا لنقطة مهمة، ازاي استخدمه؟ طيب احنا زي ما احنا قلنا طريقة الايه الاستخدام، طريقة عمله. تمام، طريقة الاستخدام بتجيبي كوب عندك اهو، وتصفي فيه الكوب ده وتاخديه قبل الفطار وقبل الغداء بنص ساعة، وتمشي على الموضوع ده 4 اسابيع. يعني انت هتصفي بكل المهروس بقى فيه بكل حاجة فيه، وتبدأي تشربي كوباية زي دي قبل الفطار وقبل الغداء بنص ساعة، والدوم عليه قد ايه؟ 4 اسابيع، يعني شهر تقريبا، وهتلاقي الدنيا اتعدلت معاكي جدا جدا، ومستوى الضغط بقى وجع الاطراف قل، التنميل قل، كل المشاكل دي قلت، السكر اللي مش مظبوط بقى له فترة كبيرة قوي اتظبط بفضل الله والوصفة دي. فهي طب في ناس بيسألوا أسئلة حلوة، أو هل نضيف عليه سكر أو غيره؟ لا، هو بتشرب كده كوب مهم جدا جدا لرفع المناعة وعلاج السكر والضغط. لو استفدتوا بقى في نهاية الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير والدعوات، ونتمنى منكم كلكم تكونوا استفدتوا إن شاء الله. شكرا جدا في نهاية الفيديو، واللي عنده أي تعليق، عنده استفسار، عنده أي حاجة يكتبها لنا تحت إن شاء الله هرد عليه. هو بتشرب كده كوب مهم جدا جدا لرفع المناعة وعلاج السكر والضغط. لو استفدتوا بقى في نهاية الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير والدعوات، ونتمنى منكم كلكم تكونوا استفدتوا ان شاء الله. شكرا جدا في نهاية الفيديو، واللي عنده اي تعليق، عنده استفسار، عنده اي حاجة يكتبها لنا تحت ان شاء الله هرد عليه.